عاد نموذج سوريا الاتحادية إلى الواجهة مع بدء سريان الهدنة المعلنة منذ يوم السبت الماضي، وهي الأولى من نوعها منذ 5 سنوات، أي عند اندلاع الحرب. فروسيا طرحت الفكرة من جديد، علما أن الرئيس السوري بشار الأسد سبق أن أبدى تجاوبا مع الفكرة في مقابلة في أيلول الماضي. في هذا الوقت تراقب الدول المعنية بالشأن السوري عن قرب سريان الهدنة، وفي هذا الإطار اجتمعت مجموعة الدول التي تدعم عملية السلام في جنيف وسط شكاوى من تداعي اتفاق جديد لوقف العمليات القتالية سريعا. وجاء ذلك بناء على طلب وزير الخارجية الفرنسية جان مارك إيرو، الذي تحدث عن تقارير أفادت باستمرار الهجمات على مواقع مقاتلي المعارضة. المعارضة من ناحيتها شكت من أن الحكومة السورية انتهكت الاتفاق أكثر من 15 مرة في اليوم الأول، وقد حدثت انتهاكات أخرى من جانب روسيا وحزب الله، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وقف إطلاق النار الذي أعلن في سوريا يشمل ثلث البلاد فقط. لكن ذلك لم يمنع حصيلة القتلى في المناطق الخارجة عن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية الذي ليس مشمولا بالهدنة من أن تنخفض بشكل ملحوظ. فبعد تسجيل أكثر من 144 قتيلا يوم الجمعة، قتل أقل من 20 السبت وعدد مشابه الأحد. أما إنسانيا فقد أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الجوع قد يودي بحياة الآلاف خلال عمليات الحصار التي تطال نحو 500,000 شخص في سوريا. في غضون ذلك دخلت قافلة مساعدات إلى مدينة معظمية الشام التي يحاصرها الجيش السوري في ريف دمشق للمرة الأولى منذ سريان وقف الأعمال العدائية بموجب اتفاق روسي أمريكي تدعمه الأمم المتحدة. وتتضمن المساعدات مواد غير غذائية من أغطية ولوازم صحية وصابون قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.